انا بفكر اشرح لي. واحده من اهم الكليات اللي ما كانتش واخده حقها في السنين اللي فاتت وجت في اخر كام سنه خدت حقها قلبا وقالبا، وهي كليه التمريض. وحاليا بقينا نشوف ناس كتير جدا بتتهافت عليها وبيقدموا فيها، وبتشوف هل المجموع بتاعها وهيجيب التنسيق هيجيبه ولا لا. احنا حاليا جاتنا رسائل كتير على القناه عشان نتكلم عن كليه التمريض دي في الطلبه اللي هم متابعينا في الموضوع دوت. عشان كده قررنا احنا نعمل لكم فيديو النهارده عن كليه التمريض. هنقول لكم اقسامها والحاجه بتاعتها والمجموع بتاعها وكل حاجه تخص كليه التمريض. لو عايزين وحابين تعرفوا كل حاجه عن كليه التمريض والناس اللي هي مهتمه بالكلام ده، يبقى لازم تتابعوا الفيديو ده لغايه اخر دقيقه. حابب اقول لكم حاجه يا جماعه، يعني انا يعني غصب عني انا ساعات بطول في الموضوع عشان كان في حد كان دخل قال يعني اداني يعني زي معلومه كده قال لي ان انت ساعات بتطول. انا والله ببقى حابب ان انا اطول، مش عشان الفيديو يطول او عشان اضايقكم، بالعكس والله انا ببقى حابب اطول عشان افهمكم او اشرح لكم الموضوع كله، عشان اوصل معاكم او توصلوا معايا لاقصى درجه من الاستفاده الكامله. ولكن مش موضوع ان انا يعني اللي بقوله بعيده ولا بزيده بعيده بزيده، لا والله ببقى حابب ان انا يعني اوصل لكم اقصى درجه من الاهتمام من المعلومه عشان تبقوا تخرجوا من الفيديو وانتم يعني مستفيدين لاقصى درجه من الموضوع. ولو كده انا يعني لو عشان يعني عشان الموضوع كده يعني بقى انا بعتذر لكم لو في اي اطاله لو في اي حاجه، بس ببقى حابب ان انا اشرح لكم واوصل لكم الموضوع وتوصلوا لاقصى درجه من درجات الاستفاده. يلا بينا دلوقتي نروح بقى ونشوف موضوع كليه التمريض على طول. اول حاجه هنتكلم فيها النهارده عن كليه التمريض هي الدراسه فيها. الدراسه فيها 5 سنوات متقسمين لاربع سنين دراسه عاديه وسنه واحده امتياز. وعشان تبقى عارف ان زمان عشان تدخل كليه التمريض دي كان لازم تعمل حاجه اختبار قدرات، يعني كان لازم تجيب مجموع الكليه وكمان تنجح في اختبار القدرات بتاعها. لكن حاليا كل مطلوب منك انك تجيب مجموع الكليه بس، لان الحمد لله السنه دي ما كانش في اي اختبار قدرات لكليه التمريض، ودي فرصه كويسه جدا للطلاب اللي هم كانوا حابين ان هم يخشوا كليه التمريض دي وكانوا قلقانين من موضوع اختبار القدرات. السنه دي ما كانش فيه اختبار قدرات، بس اللي عليك ان انت تكون حضرتك جايب المجموع اللي هي هتقبل منه ان شاء الله كليه التمريض. وده طبعا كان الخبر اللي هو بتاع ان مفيش سنه اختبار قدرات، كان ناس كتيره جدا من اللي كانت حابه ان هي تدخل كليه التمريض كانوا خايفين انه عشان مفيش اختبار قدرات ان الموضوع عشان المره دي مفتوح، فالناس كتيره جدا تتهافت على كليه التمريض دي، وان ان كده هيخلوا التنسيق بتاعها يزيد. احنا مش عارفين ان كان التنسيق بتاعها هيزيد ولا ينزل شكله ايه، ولكن ربنا يسهل ان شاء الله وما تكونش يعني الامور معقده وينزلوا التنسيق بتاعها كويس، واللي حابب يخشها ان شاء الله يعرف يخشها. بالنسبه للدراسه فيها ومناهجها هي عباره عن خليط او ميكس من اكتر من كليه، زي كليه علوم وكليه صيدله وكليه الطب البشري، ده غير مواد تانيه مخصصه للمجال التمريضي. يعني ايه ميكس زي ما قلنا ما بين كليات تانية وبين حاجة خاصة بالحاجة اللي انت بتشتغل عليها وهي التمريض. والمناهج دي بتتم الدراسة فيها على شكلين او على نوعين، جانب منهم عملي وده اللي بتحتاج فيه تنزل المراكز الطبية والمستشفيات والوحدات الصحية، والجانب التاني اللي هو نظري وده المحاضرات والحاجات اللي حضرتك بتحضرها في الكلية. والمناهج دي يا جماعة بيبقى ليها 3 اشكال، رقم 1 اسمه متطلبات جامعية، ورقم 2 اسمها تخصص طبي، والرقم 3 هو تخصص تمريض. يعني ايه هي بقى دي؟ هي الاول حاجة المتطلبات الجامعية. المتطلبات الجامعية دي يا جماعة هي عبارة عن مناهج كل الكليات او اغلبها بتدرسها، زي مثلا مادة زي حقوق الانسان لو انت رحت تجارة، اداب، طب بشري، علاج طبيعي، هندسة، حاسبات ومعلومات، هتلاقي ان كل الكليات دي بتدرس في سنة من السنين مادة زي حقوق الانسان. طيب تاني حاجة اللي هو التخصص الطبي. يعني ايه تخصص طب؟ التخصص الطبي ده عبارة عن شوية مناهج بتاخدها كل الكليات الطبية، ولكن بيختلف المحتوى بتاعها من كليه للتانيه. زي مثلا كليه زي الطب البشري بتلاقي نفسك بتدرس مثلا مخ الانسان، لكن ما ينفعش خالص ان انا اكون في طب بيطري واقول لك تعالى ادرس مخ الانسان، لان انت بالتبعيه انت بتدرس مثلا مخ حيوان معين، مثلا مخ حصان، مخ مثلا اي حيوان، عشان ده هيبقى تخصصك انت. تالت حاجه عندنا بقى اللي هي تخصص تمريض، ودي بقى اللي هي المواد المخصصة لكليتك كلية التمريض. وانت بتقدر تشوف الكلام ده من خلال 9 اقسام. ولكن قبل ما اقول لك ايه هو دوت، ان نظام كلية التمريض دلوقتي بقى شغال بحاجة اسمها نظام الساعات المعتمدة، وده على فكرة بقى نظام في كل الكليات مش في كلية التمريض بس. ايه بقى هو نظام موضوع الساعات المعتمدة ده، وايه الفرق بينه وبين النظام القديم بتاع الترمين؟ هفهم حضرتك دلوقتي ايه الفرق ما بينهم، ولكن قبل ما افهمك الفرق لو لسه موجود معانا ومتابع معانا،
الفيديو لغايه دلوقتي، يا ريت تنزل تعمل لنا لايك وتعمل سبسكرايب لو لسه ما اشتركتش في القناه، وتضغط زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكمان يا ريت عشان برضو اعرف ان انت فعلا مهتم بالموضوع، اكتب لي في التعليقات ان انت عايز فيديو مخصوص عن موضوع الساعات المعتمده، واحنا ان شاء الله انا من انا الاثنين ان شاء الله اعمل لك فيديو عن الحاجه اللي انت بتطلبها واشرحها لك شرح مفسر عشان يبقى فيه الاستفاده اللي حضرتك عاوزها انت وغيرك. وتاكدوا يا جماعه ان انا طول ما انا شايف منكم دعم، وان انتم فعلا متفاعلين معايا، ان انا فعلا حاسس ان انا بفيدكم، طول ما انا شايف منكم لايكات ودعم للفيديوهات وكده، هيبقى عناية ليكم ان انا اللي انتم هتطلبوه انا هعمله ان شاء الله تحت امركم. ايه بقى التسع اقسام اللي قلنا عليهم دولت؟ رقم واحد قسم باطنه وجراحه، وده حضرتك بتدرس فيه تشريح جسم الانسان والامراض المتعلقه بيه اللي ممكن تصيب الجسم ده. ثاني قسم هو قسم العنايه الحرجه والطوارئ، وده انت بتدرس فيه ازاي تتصرف في حالات الطوارئ والحالات الحرجه والخطره، وكمان بتتعلم فيه الخدمات المطلوبه في العنايه المركزه. ثالث قسم معانا هو قسم النساء والتوليد، وده قسم كده المفروض ان هو قسم للمراه والامراض اللي بتصيب المراه قبل وبعد واثناء موضوع الولاده. رابع قسم هو قسم تمريض الاطفال، وده طبعا من اسمه هو بيدرس فيه كل ما هو خاص بالاطفال وامراضهم، وخصوصا الامراض المتعلقه بالاطفال حديث الولاده. خامس قسم هو قسم المريض النفسي، وده بتدرس فيه ازاي تتعامل مع المرضى النفسيين وازاي ان انت تقدر تؤهلهم نفسيا، وفي القسم ده بتنزل تدريبات في مراكز متخصصة لها علاقة بالموضوع ده. رقم 6 تمريض المسنين، وده بتتخصص فيه في كبار السن والأمراض اللي بتصيبهم، أمراض الشيخوخة والزهايمر وأمراض بتاع كبار السن. القسم 7 هو اسمه إدارة التمريض، ده بتدرس فيه إزاي وكيفية وضع خطة علاجية وإزاي تمشي عليها وإيه هي الآليات اللي هتحتاجها. قسم رقم 8 اسمه قسم تعليم التمريض، وده بتقدر تدرس فيه ازاي تقدر تدي تثقيف صحي وازاي تستخدم التكنولوجيا في انك تنشر التثقيف الصحي ده. اخر قسم معانا هو رقم 9 واسمه قسم صحة المجتمع، وده وانت فيه بتنزل القرى والمدارس والوحدات الصحية والمستشفيات وتبدأ حضرتك تستخدم كل الحاجات اللي انت اتعلمتها وتبدأ تطبقها. كل الاقسام اللي احنا قلنا عليها دي هتبدأ تدرسها الاربع سنين اللي في الكلية، وبتبدأ السنة الخامسة اللي قلنا عليها سنة امتياز تبدأ تنزل بقى فيها في الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية، وتبدأ فيها تشتغل بإيدك وتمارس مهام وظيفتك، وطبعا بتمارس كل الكلام ده عملي. طيب بعد ما خلصت كل الكلام ده كله وبتيجي تتخرج، بيبقى اسمك ايه بقى؟ بيبقى اسم حضرتك اخصائي تمريض، مش فني تمريض. خريج كلية التمريض بيبقى اخصائي، لكن خريج معهد التمريض بيبقى فني. طب ايه الفرق ما بين الكلية والمعهد؟ كلية تمريض ومعهد تمريض، واحنا هنا لو يعني استفدنا وقعدنا نشرح الفرق ما بين كليه التمريض ومعهد التمريض هياخد مننا وقت، وانتوا في بعض منكم بيقول ان احنا بنطول، فاحنا يعني برضو مش هنطول عليكم. ممكن لو انتوا عايزين اكتبوا لنا في الكومنتات ان انتوا عايزين تعرفوا ايه الفرق بين كليه التمريض ومعهد التمريض، هنعمل لكم فيديو متخصص او فيديو شارح ايه الفرق ما بين كليه التمريض ومعهد التمريض، ونحاول برضو ما نطولش على حضراتكم. وبرضه هنتكلم فيه برضه ان انت لو في معهد ازاي ان انت تجيب كام في المية عشان تكمل في الكلية وتبقى من بدل ما تبقى خريج معهد تبقى خريج كلية التمريض. اهم حاجة اهم في الموضوع ان احنا نشوف دلوقتي تعليقات كتير، ان نشوف دلوقتي لايكات كتير على الفيديو دوت، ونشوف ان احنا فعلا ان انتوا عايزين نكمل برضه موضوع المقارنة اللي احنا قلنا عليها ما بين معهد التمريض وكلية التمريد. اكتبوها لنا لو انتوا حابين ان احنا نعمل حاجة زي كده، دعمونا ويعني شجعونا عشان نكمل معاكم ونبقى سعداء بشغلنا معاكم، زي ما انتم بتسعدونا بلايكاتكم وبتعليقاتكم وبالشير اللي بتعملوه وبالسبسكرايب والاشتراك في القناه. اخر حاجه اقول لكم عليها اللي هي عقبات كليه التمريض. اول عقبه وهي دلوقتي حاليا نظره المجتمع. دلوقتي لسه في بعض الناس بيقولوا ده سرنجه، ده كليه التمريض، ده مش عارف ايه، ده ممرض، ده كده يعني، وبتقلل بتحاول تقلل من قيمه الممرض، رغم ان انت في اي دوله بره بيعاملوا الناس كلهم يعني ده تمريض ده طب ده كده، كل واحد بيحاول يعمل شغله لاكمل وجه. ولكن في بعض المجتمعات بيبقى فيه تنمر احنا مش عارفين ليه. ولكن حاليا بعد ما موضوع كليه التمريض الموضوع اختلف دلوقتي، بعد ما يعني بقى العيال دلوقتي عايزين يدخلوها دلوقتي الموضوع والنظره اختلفت. انا النهارده اللي عايز يدخل ابنه فيها طبعا بيمدح فيها عشان طبعا هيدخل ابنه فيها. العقبه الثانيه عندنا النهارده هي ان كليه التمريض زي اي كليه عمليه، محتاجه ان هي مذاكره، محتاجه اجتهاد، وهي بتبقى الدراسه فيها يعني مش سهله، وبتبقى محتاجه حد يكون حابب المجال ويذاكر بجد. بعد ما قلنا العقبات نقول المميزات والفلوس ومجالات العمل. اولا يا جماعه مجالات كليه التمريض دي مطلوبه جوه مصر وخارج مصر كمان، وكمان بالاخص كمان بره مصر مطلوبه اكتر من جوه مصر كمان. جوه مصر ممكن تشتغل في الوحدات الطبيه والمراكز والمستشفيات، ولغايه دلوقتي في تعيينات والتكليف لسه ما اتلغى، والناس لسه بتتخرج منها وبتشتغل، وممكن تشتغل في شركات وفي مصانع، وممكن تعمل دبلومه تحليل طبيه وتعمل معمل تحاليل. لو انت بقى حضرتك حابب بقى ايه تتعامل بقى في الباشمهندس الدولار، لازم تعمل حاجه اسمها انكليكس ار ان،
وهي بالعربي اسمها الرخصة الدولية لممارسة مهنة التمريض، ودي على طول أول ما تاخدها منها تروح تشتغل بيها بره في جميع الدول اللي بره. طيب تعالى بقى نتكلم في آخر حاجة خالص، وهي التنسيق. التنسيق بتاعها في 2022 و2021، في 21 كانت بتاخد تقريبا من 60%، السنة اللي فاتت كانت الناس بدأت تعرفها فكان الموضوع أزيد شوية. السنة اللي فاتت كان التنسيق أقل حاجة فيها في كلية أسوان، جامعة أسوان، كانت 69.9%، وكانت أقصى كلية بالنسبة للتمريض في مصر، وكانت أعلى مجموع هي بتاعة بورسعيد، وكانت بمجموع مش هتصدقوا 85.6%. يا جماعة 85.6% كلية تمريض جامعة بورسعيد. واحنا خلينا في الحد الادنى، بلاش نفوز فوق ان شاء الله. وكان بيقول زي ما قلت لحضرتك كان 69، ففي فرصه ان شاء الله كويسه جدا للناس اللي حابه تدخلها، ان شاء الله ان هي تعرف تدخلها. وبكده يا جماعه بنكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، بقول لكم للمره الثالثه في نفس الفيديو يا جماعه ما تنسوناش من سبسكرايب، الاشتراك في القناه، الشير واللايك. اللايك يا جماعه بيخلي الفيديو بيوصل للناس كلها، بتستفيد منه الناس كلها، والنفع بيسري لكل الناس اللي محتاجانا وتتفرج علينا. وما تنسوش تضغطوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد اول اختيار اول، واشوفكم على خير. اجيب لكم بقيه الكليات اللي بتهمكم، واجيب لكم بكل حاجه محتاجه شرح وتفصيل. اشوفكم على خير، سيد بنكم.